إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حلقة جديدة على قناة الطيور. ممكن تنزل فيديو على موسم التزاوج لدى طيور الكناري، راح نجيب هذا الأخ في هذا الفيديو. موسم تزاوج طيور الكناري تماما كموسم تزاوج الحسون، فبعد تغيير الريش الذي يبدأ من منتصف شهر 7 تقريبا، وهناك من يغير في شهر 8 حتى منتصف شهر 9، سنريح طيور الكناري تقريبا 3 أشهر، 10-11-12، احترام فترات التي تمر على طائر الكناري طيلة أيام سنة من أهم مراحل التي تساعد في نجاح التزاوج وإعطاء إنتاج جيد، لأن هناك كثير من المربين من يبدأ تزاوج الكناري في شهر 10-11، يعني لا يريح الطيور وهذا خطأ. في شهر 1 نقوم بتجهيز الكناري، شهر منتصف شهر 2 يبدأ موسم تزاوج وإنتاج طيور الكناري تماما كالطبيعة. فعندما تقوم بإنتاج طائر الكناري وبداية الإنتاج منه في منتصف شهر 2، يعني كالطبيعة راح يكون عندك تزاوج ناجح خالي من أي مشاكل وأخطاء وإنتاج جيد من ناحية عدد الفرخ، لأنك تركت الطيور ترتاح مدة كافية لتستعيد طاقتها لموسم التزاوج القادم. إضافة إلى ذلك، برنامج الغذاء المتوازن من فيتامينات بروتينات وكالسيوم، كل هذا له دور في نجاح تزاوج الكناري ويكون هناك إنتاج جيد. بالإضافة إلى ذلك الإنارة، يعني عندما يقترب موعد أو موسم الربيع في منتصف شهر 2 راح تكون الإنارة مرتفعة، يعني عدد ساعات الإضاءة راح ترتفع طبيعيا وراح تساعد الطيور في التزاوج كالطبيعة تماما. وأيضا بالنسبة للحرارة، يعني الجو يبدأ الجو يدفئ، يعني راح الحرارة تعتدل وهذا ما يساعد في إنتاج الطيور، عكس شهر 10 أو 11 و 12 يكون الجو بارد والكثير من تموت له الفراخ ويفسد له البيض.